فريق الجيش هو السباق للتسجيل، لكن الحمد لله يعني العزيمه ديال فريق الرجاء واللاعبين ديالو يعني بقينا يعني مركزين حتى لاخر دقيقه ويعني مامنين براسنا، فالحمد لله سجلنا هدف التعادل اللي ربما يخلينا نلعبوا شيئا ما يعني مرتاح في مباراه الايام ان شاء الله في الدار البيضاء. الحمد لله كما شاف الجميع المقابله ديال اليوم كانت مقابله صعيبه ضد فريق الجيش الملكي في الملعب ديالو، الحمد لله جينا باش نحققوا نتيجه ايجابيه كما شتي لعبنا كره قدم جميله اليوم. الحمد لله تنشكر اللاعبين على القتاليه كما شتي مع كثره المقابلات، حنايا جميع اللاعبين واجدين لاي مقابله، نتمنى ان شاء الله باش نبقاو في هذه النتائج الايجابيه ان شاء الله. فاش نقول لك ما نقدرش نقول لك الاحساس ديالي بحكم دوزت مع الفريق 6 سنوات ماشي سهله، كيبقى واخا هكا كيبقى في القلب، فكما شي لاعب بروفيسيونيل كيدير الخدمه ديالو واخا يبقى في الفرقه واخا يمشي، فكنشكر الجمهور ديال فريق الجيش الملكي. كنا نحسموا التعاون هنا، مي الكره هي هذه، نتمنى من الله سبحانه وتعالى في مدينه ديال الدار البيضاء يجي الجمهور ديال فريق الرجاء البيضاوي يساند الفريق ديالو باش يشوف النهائي ان شاء الله. الماتش ديال كاس العرب سبيسيال بالنسبه للاعب المغربي، كيفاش اليوم انتم قراب من الفينال؟ اكيد انك انت كلاعب كتحلم تلعب نهائي. فاي واحد كيبغي يحقق الالقاب، فان شاء الله هذه السنه هذه طامعين باش نحققوا الالقاب فريق الرجاء البيضاوي اللي متعطش ليه واحد 5 سنوات ما فازش الالقاب، فان شاء الله هذا العام هذا نحققوا لهم الالقاب ان شاء الله. المقابله ديال اليوم ما كانتش مقابله سهله، مع كثره المقابلات كاين شويه العياء، الحمد لله التعادل اليوم كيعتبر نتيجه ايجابيه. والحاسم غيبقى في مقابله الاياب ان شاء الله. مازال يعني الشوط الثاني في الدار البيضاء ما يكونش سهل، ولكن حنا ان شاء الله مركزين كما ينبغي ان شاء الله باش نمشيو للقاء العوده ونجيبوا ان شاء الله تاهل من عقر دار الرجاء ان شاء الله.